من اول ما بدات لعبه كره القدم، واكاد يعني اجزم انه مفيش حاجه بتجمع اهل كوكب الارض زي كره القدم. مفيش رياضه نجحت مع يعني كشعبيه نجاح من ناحية الجماهيريه والشعبيه زي رياضه كره القدم. وعلى مدار تاريخها كله نتكلم على حكايات وعلى قصص وعلى شخصيات ونجوم وبطولات كانت تستدعي ان يكون في حاجه اسمها متحف الفيفا، وده اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي. وهناخد حضراتكم في جوله سريعه جدا، وهيكون ضيفنا في السادسه هو باسكال سوبر بولر مدير متحف الاتحاد الدولي لكره القدم في زيورخ. بدايه طبعا اهلا بيك على شاشه الاهلي، وبشكرك شكرا جزيلا على موافقتك انك تكون معانا في السادسه. شكرا لكم جميعا وشكرا لكم على دعوتي، وانا سعيد جدا بتواجدي معكم. بدايه حابب انك انت تعرف يعني مشاهدي السادسه ايه قصه متحف كره القدم، ايه الهدف من انشائه، ايه هي اهم المقتنيات او اهم الاجنحه اللي موجوده واللي بتحكي تاريخ كره القدم جوه المتحف؟ حسنا، في البداية المتحف هو من أقرب الأماكن إلى قلبي، هو بالنسبة لي هو كاستاد أو كملعب كرة القدم، هو أفضل ختام للكارير الخاص بي. هو يضم العديد من الأشياء ذات العاطفة الخاصة لي ولذاكرة كرة القدم في العموم، وكسفير لمتحف الفيفا لكرة القدم احتككت مع العديد من الشخصيات المميزة كمدير المتحف، ورأيت كم يفعل المتحف من ربط جميع الشعوب ببعضها وجميع القارات ببعضها، بجمع مقتنيات من جميع أنحاء العالم. وهذا هو هدفنا، هدف الفريق الرائع في متحف الفيفا هو توحيد الجميع، أن نرى الجميع وأن نراكم عندنا أيضا في متحف الفيفا كذلك. طيب نتكلم كده على أهم مقتنيات المتحف، لو المتحف ممكن تحكي لنا هل هو تم تقسيمه لأجنحة مرتبط مثلا بنجوم وأساطير كرة القدم، مرتبط أكتر ببطولات اللي بينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، مرتبط أكتر بمقتنيات بعض اللاعبين، يعني لو خدنا فكرة كده تاخدنا في جولة تصورية لأهم ملامح متحف كرة القدم. حسنا، بالطبع أنا تطلعت لهذا الأمر معكم وأن يكون هذا الأمر بشكل مباشر معكم يا رفاق. حسنا، متحف الفيفا هو يضم 210 غرفة للمقتنيات، لدينا مقتنيات جميلة من جميع أنحاء العالم وخصوصا من مصر ومن تاريخ كرة القدم عموما، وكيف تأسس الفيفا وكيف بني الفيفا حتى منذ بداية نشأة الفيفا حتى الآن، وأيضا يضم العديد من الكؤوس والعديد الخاصة بالعديد من البطولات حول العالم، ولدينا بالفعل أشياء عديدة من العديد من النجوم كمارادونا والعديد العديد من اللاعبين، مقتنيات الخاصة بهم، وهذه الأشياء لديها الأهمية لنعرضها للناس بالفعل في مكان واحد. إزاي بيتم اختيار أو يعني لو في معايير بيتم على أساسها أنتوا حاطينها تختاروا القطع أو الشخصيات اللي بيضمها أو التاريخ البطولات اللي بيضمها متحف الفيفا؟ حسنا، هذا سؤال جيد. بالطبع لدينا معايير خاصة بنا. أتذكر في العام الماضي كان يوجد لحظة جميلة جدا للمتحف، ولدي خاصة التيشيرت الخاص بالنادي الأهلي الموقع من بيبو، كانت هذه إضافة رائعة لمقتنياتنا، كنت سعيد جدا لهذا الأمر.
وفريق جمع المقتنيات لديه معايير خاصة بجمع هذه الأشياء في متحف الفيفا. هذا الأمر واضح. ففريق جمع المقتنيات في الفيفا يعتقد أن هذه الأشياء ممكن أقف معك في الجزئية دي، تسمح لي يعني ليه اخترتوا تيشرت النادي الأهلي وليه طلبتم توقيع كابتن محمود الخطيب تحديدا على التيشرت عشان يكون موجود في متحف الفيفا؟ حسنا، الأهلي فريق كبير وفريق رائع. الأهلي نادي لديه الملايين، قاعدة جماهيرية كبيرة بالمانيا وخصوصا بيبو. يا إلهي، الأمر كبير فعلا. الأمر ليس فقط بخصوص كرة القدم، أنت تتحدث عن نادي كبير. وبالنسبة لمتحفنا فهذا الأمر هام جدا أن نضم التيشيرت الخاص بالنادي الأهلي. إزاي تواصلتم مع كابتن محمود الخطيب وإيه هي يعني الظروف اللي استلمتم فيها تيشيرت الأهلي بتوقيع كابتن خطيب؟ حسنا، هذا الأمر لم يكن شخصي بالنسبة لي، لسوء الحظ لم أتمكن من هذا الأمر. يعني تمنيت أن أقابل بيبو لكن لم أتمكن، لكن هذا كان خاصا بفريق العمل في الفيفا لجمع المقتنيات، وكان الشرط أن يكون موقعا من رئيس النادي، ولدينا أيضا مقتنيات مصرية أخرى. لدينا القفازات الخاصة بعصام الحضري، القفازات الأصلية التي استخدمها في اللعب والفوز ببطولة إفريقيا مع منتخب مصر. فهذا شرف كبير لنا أن نضم هذه المقتنيات المصرية. ليس الأمر فقط للمصريين ولكن لمشجعي كرة القدم حول العالم. هذا الأمر مهم جدا لمتحف الفيفا لإظهار هذه المقتنيات الرائعة لجميع أنحاء العالم. الأمر مقتصر بس في متحف الفيفا على عرض المقتنيات، ولا في أجنحة أو في أنشطة تانية ممكن زوار متحف الفيفا يقوموا بيها في جولتهم داخل المتحف؟ تعرف لدينا الكثير من الأنشطة للزوار بجانب المعرض في متحف الفيفا، لكن الأمر لا يتضمن الأطفال. الأطفال لديهم مستقبل ولديهم أماكن. لكن بالنسبة للمعرض فهذا الأمر مجاني للأطفال ومجاني للطلاب المدارس. هذه الأماكن وكذلك كمقتنيات الأهلي، إذا رأينا العديد من الناشئين حتى من الأندية وخصوصا الأهلي في زيورخ، فبالطبع يمكنهم أن يروا الأشياء بشكل جيد. يوم واحد يكفي الجولة كاملة داخل المتحف؟ على حسب، إذا أردت أن تتعمق داخل المتحف والمكتبة فهذا الأمر، يا إلهي، الأمر كبير. إذا أردت التعمق أكثر في تاريخ الفيفا، كيف تأسس الفيفا وأعضاء الفيفا على مر التاريخ، فالأمر كبير. إذا أردت أن تقوم بجولة رائعة فلديك ساعتان من الزمن. أنا أود العودة مرة أخرى للملعب واللعب خصوصا ضدكم يا رفاق إذا أتيتم. هل في، وأنا كنت بتكلم إن واحدة من أهم الحاجات الحقيقة في كرة القدم إنها اللغة اللي بيتكلمها معظم شعوب العالم، ما فيش عندكم تفكير إن يبقى في توسع، يبقى في نسخ تانية من المتحف في بعض القارات المختلفة؟
يعني ممكن نشوف هل ممكن يبقى في تفكير او خطه انه المتحف اللي موجود في زيورخ يبقى في منه نسخه في قاره اسيا، نسخه ثانيه في قاره افريقيا، وهكذا يبقى اكثر من نسخه ومنتشر في معظم قارات العالم؟ حتى الان المقر الرئيسي لدينا في زيورخ، ولكن في روسيا كان لدينا معرض خاص بنا ولدينا جولة لمقتنيات المتحف في كأس العالم في روسيا، وإذا أردنا أن نتوسع في هذا الأمر في مختلف القارات فهذا الأمر مهم جدا. كان الأمر نجاحا لنا كما فعلنا أيضا في فرنسا من قبل، إذا أردنا أن نكون في بلاد مختلفة فهذا أمر يعد نجاحا كبيرا لنا، وهذا ما نتمناه بالفعل في المستقبل. يعني الناس إذا كان ليا أنه أقترح، أعتقد أنه وجود كمان نسخة يعني في أفريقيا مثلا، مصر بصفتها يمكن الدولة الأولى والأهم على مستوى المنتخبات والأندية، أعتقد أنه تبقى فرصة عظيمة جدا لتواجد نسخة من المتحف على أرض مصر، وأعتقد أن الدولة ممكن كمان تشجع التوجه ده بشكل كبير. طيب خليني اروح معاك بعيدا عن المتحف شويه، لانه انا عارف كمان انت كنت جول كيبر دولي ولعبت مشوار طويل مع منتخب سويسرا ولعبت النيو شاتل ذا ماكس ولعبت لبازل السويسري، وبازل بالنسبه لنا نادي لينا معاك كمصريين تجربه، طبعا كانت انطلاقه محمد صلاح والنني في مشوارهم الاحترافي. خليني اسالك الاول على تجربة صلاح والنني مع بازل، ازاي بتشوفها وازاي بتشوف المشوار الناجح اللي وصلوا ليه النهارده عشان يلعبوا مع ليفربول والارسنال؟ حسنا، محمد صلاح هو لاعب كبير جدا جدا جدا، نجم كبير في كرة القدم العالمية. حسنا، هو الآن محمد صلاح ليس على مستوى بلدي فقط ولكن على مستوى العالم، هو استطاع أن يبني ويطور شخصيته ومجاله الاحترافي بشكل كبير، كانت خطوة كبيرة له، لكنه بعد ذلك أصبح سوبر ستار، أصبح نجم كبير جدا، أصبح لاعب رائع. هو يمتاز بالاستمرارية في النجاح للعديد من المواسم. هو الآن لاعب يعتمد عليه ليفربول بشكل كلي. محمد صلاح لاعب كبير بالفعل. أعتقد أنه صلاح والنني أثبتوا أنه الرهان على اللاعب المصري ممكن يكون رهان ناجح جدا. ليه الأندية السويسرية بعد نجاح صلاح والنني على أكثر من مستوى في أكثر من نادي ودوري ما فكرتش أنها يعني تراهن على لاعبين أو على أسماء لاعبين مصريين تانيين؟ أعتقد أن قبل محمد صلاح كان لدينا أحمد حسن في بلجيكا، كان لدينا لاعبين جيدين بالفعل، كان لدينا تجارب رائعة قبل ذلك، ليس فقط محمد صلاح. مصر دائما ولادة بالنجوم ودائما تمدنا باللاعبين الرائعين. مصر وخصوصا بالنسبة لي أرى أن اللاعبين المصريين في الخارج نجحوا، وأعتقد أن المنتخب المصري والدوري الخاص بكم والأندية المصرية تؤدي بشكل جيد، وأنا على ثقة، كل ثقة بأن اللاعبين المصريين سيزدادوا في أوروبا وتطوروا أكثر، وأتمنى ذلك على المستوى الشخصي. أتطلع لرؤية اللاعبين آخرين في المستقبل. بمناسبة أنت كنت بتلعب في يعني قبل ما تلعب طبعا كمحترف فولهام الإنجليزي، كنت بتلعب في اثنين من أكبر أندية سويسرا، نيو شاتل وبازل، وبتذكر أنه يمكن واحد كمان من أوائل اللعيبة المحترفين المصريين كان هاني رمزي، مش عارف هل زاملته أو هل لعبت معاه أو لعبت ضده في أثناء لعبك في الدوري السويسري؟ نعم أعرفه، أنا لعبت ضد هاني رمزي، كان يلعب في نيو شاتل إكس ماكس، وهو مدافع قوي جدا، لديه روح وأداء قوي في الملعب، لاعب رائع جدا. بالنسبة لي كان هذا الوقت كان وقت رائع بالنسبة لمجالي الاحترافي وبالنسبة لهاني رمزي في نفس الوقت.
وبعد ذلك انتقل للدوري الألماني وصنع رحلة كبيرة في أوروبا. خليني أسألك بمناسبة برضو مركزك كحارس مرمى، يعني على مستوى العالم مين أفضل حراس المرمى من وجهة نظرك دلوقتي؟ وإذا كنت تعرف يعني مصر دايما متميزة جدا في المركز ده وقدمت الحقيقة أسماء كتيرة جدا في مركز حراس المرمى، إذا كنت متابع ليهم أو إذا كنت تعرف يعني حاجة عن مستواهم، مين لفت نظرك من أسماء حراس المرمى المصريين؟ نعم نعم، هذا سؤال جيد جدا. كما تعرف أنا تابعت دورة الألعاب الأولمبية، حارس منتخب مصر لاعب النادي الأهلي محمد الشناوي هو بالنسبة لي هو حارس مرمى على الطراز العالمي لأسلوبه في اللعب وقوته في الملعب. أحب أن أراه في الملعب، أحب أن أراه مع منتخب مصر باستمرار، وخصوصا بعد أدائه في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، هو وكذلك في كأس العالم في روسيا كان حارس جيد جدا جدا جدا، وكان سوبر ستار بالنسبة لهذه النسخة من كأس العالم. بالطبع محمد الشناوي هو أفضل حارس، لكن بالنسبة عالميا هذا الأمر صعب بالنسبة لي. في أوروبا لدينا حراس العديد من الحراس الجيدين، لدينا إيان أوبلك ولدينا دونا روما الذي انتقل من ميلانو لبي اس جي، فلدينا العديد من اللاعبين الرائعين. هذا مهم جدا أن يكون لدينا العديد من اللاعبين حراس المرمى الرائعين. باسكال سوبر بولر، بشكرك شكرا جزيلا، وإذا أتيحت لي الفرصة أن أنا أزور زيورخ وأزور متحف الفيفا بالتأكيد يشرفني أن احنا نتقابل. بشكرك جدا جدا على وجودك وظهورك معنا على شاشة النادي الأهلي. دي كانت جولة سريعة وفكرة سريعة عن متحف الفيفا في زيورخ. خلينا نروح لفاصل ونرجع نستقبل شريف سويلم نتكلم معه أكتر بقى. وحشنا الكلام في الكورة، وحشنا الكلام عن فرقتنا، وحشتنا ماتشات النادي الأهلي، كلام على مباراة السوبر إن شاء الله اللي هتتلعب بعد بكرة، الأهلي في مواجهة طلائع الجيش في السادسة، بس بعد الفاصل.